مراسل العربي عدنان جان. عدنان اهلا بك. اذا اود ان اسالك بدايه عن الاوضاع الميدانيه، كيف كانت ردود الفعل الشعبيه الاسرائيليه بعد انتهاء الهدنه واستئناف القتال، خاصه بعد استهداف او اعلان كتائب القسام استهدافها تل ابيب وبلدات اخرى داخل اسرائيل وفي غلاف غزه؟ مرحبا سونيا. فيما يتعلق باستئناف العمليات العسكرية في داخل قطاع غزة، ربما التحفظ الوحيد خرج من عوائل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل قطاع غزة، حيث طالب هؤلاء القيادة السياسية في إسرائيل بضرورة استكمال واستئناف كافة الاتصالات الدبلوماسية من أجل العمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل قطاع غزة، لأن عودة العمليات العسكرية والقصف الجوي بحسب عوائل الأسرى قد يهدد حياة أبنائهم وأقربائهم المحتجزين في داخل قطاع غزة، حيث أنهم عادوا وطالبوا الحكومة بضرورة استئناف المفاوضات من أجل التمهيد لإطلاق سراح أقربائهم وذويهم المحتجزين في داخل قطاع غزة. أيضا هؤلاء تظاهروا مرة أخرى يوم الجمعة أمام وزارة الأمن في تل أبيب للضغط أكثر على الحكومة من أجل العمل على العودة لإطلاق سراح الأسرى عبر المفاوضات، لا سيما بأن إسرائيل على مدار 7 أسابيع من العدوان على قطاع غزة لم تتمكن من الوصول إلى أي أسير من الأسرى المحتجزين في داخل القطاع، واضطرت في نهاية المطاف للدخول في صفقة مع حركة حماس عبر الوساطتين القطرية والمصرية، وتمكنت من استرداد عدد من هؤلاء الأسرى. حتى هذه اللحظة هناك 137 أسيرا إسرائيليا محتجزا في داخل قطاع غزة، بينهم 17 امرأة بحسب ما تم الإعلان عنه في هيئة البث الإسرائيلية. وبالتالي التصريحات التي صدرت حتى هذه اللحظة من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية وبالتحديد وزير الأمن يوآف جالانت قال فيها بأن إسرائيل سوف تواصل عملياتها العسكرية وضرباتها ضد حركة حماس من أجل إجبارها على الرضوخ للمطالب الإسرائيلية والدخول في صفقة ترضي الجانب الإسرائيلي. إسرائيل تقول بأنه من الصعوبة بمكان التوصل إلى هدنة أو لوقف لإطلاق النار هذه الليلة، وربما هي تحتاج المفاوضات إلى 2 أو 4 أيام شريطة أن توافق حماس على إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات في داخل قطاع غزة. الحديث الآن لا يدور أبدا عن العسكريين المحتجزين في داخل القطاع، هؤلاء سوف يكون وضعهم مختلف تماما عن المدنيين، لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل تقول بأن إعادة استئناف العمليات القتالية في داخل قطاع غزة يأتي بعد رفض حركة حماس تسليم قائمة لإطلاق سراح الأسرى أو الأسيرات المحتجزات في داخل قطاع غزة. وبالتالي المزاعم الإسرائيلية تتحدث عن أن حماس هي لم تلتزم بالاتفاقيات ولم تقدم قائمة سيتم إطلاق سراحها من الأسيرات المحتجزات في داخل القطاع. سنعود لك للحديث عن إمكانية استئناف هدنة، ابقى معنا عدنان جان. الآن سنشاهد معا هذه الصور التي بثتها كتائب القسام وتقول أنها لاستهداف آليات الاحتلال في المنطقة الوسطى بمسيرات انتحارية. إذن هذه الصور نشرتها كتائب القسام تقول بأنها لاستهداف آليات الاحتلال في المنطقة الوسطى بمسيرات من طراز الزواري الانتحارية في المحافظة الوسطى. استهدفت من خلالها كتائب القسام آليات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الفيديو نشرته كتائب القسام.
إذن مع استئناف القتال واستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صباح أمس بعد انتهاء الهدنة مباشرة، نشرت كتائب القسام هذا الفيديو لمشاهد لاستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة الوسطى بمسيرات من طراز الزواري الانتحارية. هذه المشاهد نشرتها كتائب القسام. أعود مرة أخرى إلى عدنان جان من القدس. عدنان، إن كنت تسمعني، هيئة البث الإسرائيلية قالت أيضا بأن إسرائيل تريد هدنة ليوم واحد فقط من أجل استرجاع الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال. هل من تصريحات أخرى أو هل من تحركات إسرائيلية في هذا الصدد؟ سونيا، إسرائيل تتحدث عن أنها لن تناقش أي صفقات مستقبلية مع حركة حماس عبر الوساطتين القطرية والمصرية قبيل إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات المحتجزات في داخل قطاع غزة، وبالتالي هي الآن تلجأ إلى وسيلة ربما المفاوضات تحت النار. هكذا يتم وصف العمليات الآن، بأنها سوف تفاوض حركة حماس لكن لن توقف عملياتها العسكرية وسوف تواصل هذا العدوان على قطاع غزة، لا سيما بأن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت قال في تصريحات له هذا اليوم بأن حركة حماس لا تفهم سوى لغة القوة، وأن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل ضرباته من أجل تحقيق أهداف هذه العملية العسكرية واسترداد جميع المخطوفين. لكن هذه التصريحات ربما سمعناها كثيرا من وزير الأمن الإسرائيلي على مدار الأسابيع السبعة من العدوان قبيل هذه الهدنة، ولم تتمكن إسرائيل من الوصول إلى أي أسير من الأسرى، وبالتالي ربما هي تحاول من خلال اللجوء إلى هذا الكم الكبير من القنابل والقصف، ونحن نتحدث عن 200 هدف تم استهدافهم منذ ساعات الصباح الأولى في داخل قطاع غزة، تحاول من خلال هذا الكم الهائل من استخدام القوة أن تضغط على حركة حماس من أجل ربما الرضوخ للمطالب الإسرائيلية المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في داخل القطاع. كل ذلك يأتي بالتوازي مع التصريحات التي جاءت في وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي قال فيها والتي أخبر فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن إسرائيل سوف تعمل على إنشاء منطقة آمنة عميقة في داخل قطاع غزة كي لا يكون هناك أي تهديدات من القطاع على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. أيضا وسائل إعلام نقلت عن نتنياهو بأنه أبلغ كلا من مصر والإمارات والسعودية والأردن بأن إسرائيل سوف تقوم بإنشاء هذه المنطقة الآمنة في داخل قطاع غزة، والحديث يدور عن ربما عمق مسافة عميقة جدا في داخل القطاع سوف تبقى فيها القوات الإسرائيلية مستقبلا. وأيضا الحديث يدور نقلا عن نتنياهو بأن إسرائيل هي من ستتولى المسؤولية الأمنية في داخل القطاع بعد القضاء على حركة حماس. طبعا كل ذلك يأتي بالتوازي أيضا سونيا مع الخطط العملياتية الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الجانب الإسرائيلي، والحديث يدور عن المرحلة الثانية من هذه العمليات بعد استئناف القتال، والحديث أيضا يدور عن إمكانية التوغل البري في جنوب قطاع غزة بالتوازي مع العمليات العسكرية في شمالي قطاع غزة. وبالتالي ربما هناك تحذيرات لدى صادرة من قبل الفلسطينيين عن أن النازحين الذين اتجهوا من شمالي قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية سوف يكون هناك خطر شديد عليهم، لا سيما بأن إسرائيل وبعد أن طالبت من السكان المدنيين بالتوجه نحو الجنوب هي تعلن الآن في المرحلة الثانية من هذه العمليات بأنها سوف تتوغل أيضا في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، وبالتالي سوف يكون هناك الكثير من المدنيين سوف يسقطون دون أدنى شك بنيران القوات الإسرائيلية التي سوف تستهدف تلك المناطق أيضا بعد أن بدأت عملياتها في الشمال. شكرا جزيلا لك عدنان جان، كنت معنا من القدس. شكرا لك